والمكس نوعان. المكس هو اللي احنا نسميه عندنا بلغتنا المكاسر، يعني يماكس في السرعة بالسلعة، انزل لا غالية، ليش ما تخصم، اخصم، هذه مماكسة، هذه المماكسة. او تكون المكس اللي هي المعنى الثاني اللي هو الاخذ الضرائب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبلت الذي يأخذ المكوس من الناس وهي الضرائب.